بيت الرسول صغير، بيت الرسول صغير، حجرات بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في البيت كان يصلي، فجاءت عائشة طرقت الباب، رجع خطوة وفتح الباب وجدم رجع. وين قطع صلاته؟ ما قطع صلاة، لكن تحرك، يسمون هذه الحركة في مصلحة الصلاة، حركة في مصلحة الصلاة، حركة اليسيرة، تقدم خطوة، تأخر خطوة، تأخذ خطوة يمين، تأخذ خطوة يسار، هذه لا تضر. حتى أنت تشوف نفسك بالصلاة لما يصير الصف اللي قدامك شنو في فراغ، تقدم خطوة تصلي، صح ولا لا؟ هذا نفس فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هو كل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، رجع خطوة، فتح الباب وكمل صلاته، هذا ما يضر. حتى أنت يجوز تفعله هذا الأمر، إن الإنسان يتحرك في الصلاة لحاجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يصلي ويحمل أمامة بنت بنته، أمامة بنت زينب، زين، كان يحملها ويصلي صلى الله عليه وسلم أحيانا. فإذا ركع وضعها في الأرض، وركع ورفع وسجد، لا قام من السجود حق ركعة ثانية راح شالها مرة ثانية. هذه حركة يسمونها حركة لحاجة، حركة لحاجة. هذه كذلك الرسول رجع خطوة، فتح لها الباب ورجع مرة ثانية صلاة. لكن ما يصير أنت بالدور الثاني، زين، يطقون الباب وتخطوة حق الأسانسير وتنزل تفتح الباب خطوة ثانية، هذا لا ما يصير. لكن الخطوة اللي يصير هذه اللي فتح الباب ما يضر إن شاء الله.